سلم وزد وبارك عليه. نشرع الآن في تكريم الغفر بها بكل جدارة وقوة. تم اليوم تكريمي بمناسبة المولد النبوي الشريف لأني فزت بمسابقة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر معلمتي وأشكر طاقم مسجد الإمام علي رضي الله عنه. أنا اليوم فزت بمسابقة نصف القرآن الكريم بالمرتبة الخامسة. أولا أشكر الله عز وجل على هذا الفوز، وثانيا أشكر أستاذي، وثالثا والدي. نشكر والدينا الذين علمونا وأساتذتنا ومشايخنا وكل من كان له علينا فضل، ثم نشكر الإدارة الوصية والجهات والسلطات المعنية بأن تم هذا الحفل. بارك الله فيهم وسدد الله خطاهم ووفقهم إن شاء الله تعالى.